200 واحد في جامع دمشق قتلوا ولم ينجو إلا واحد وهو الذي روى القصة. ما بتموت القضية، ما بتموت. لا تصدق، الإعلام الأجنبي كاذب كاذب كاذب. الأرض أهم شيء. هالجيل هو آخر شاهد عيان على نكبة الـ48. عاشوا النكبة والنكسة بكل تفاصيلها. ما أصعب هالأيام عليهم، لأنهم بيشوفوا نفس صور الماضي بغزة، ويمكن أصعب. بكل صراحة أنا من دفعهم ليحكوا. لسه في ناس بيننا تهجروا وواجهوا الموت وما حكوا. لازم يحكوا للأمانة التاريخية، لازم يحكوا. أنا ريما التاج الفاروقي، زوجة سفيان العلمي، إم عزت، من مواليد فلسطين سنة الـ40، وشفت الهجرة. كان عمري 7 سنين وطلعنا من الرملة. طبيعي كانت يعني كاتاستروفي، نكبة. بتذكر وأنا صغيرة الطه، بتذكر إنه نام على بطننا. إحنا بيتنا كان على طريق القدس يافا بالرملة. ما لقيت حالي إلا فجأة بسوالح. أمي مع دار جدي طلعوا بالليل، والظاهر كنا بين النوم والفايقين، ولقينا حالنا مهاجرين بسوالح. والدي كان بهداك الوقت بلندن مع الحمضيات الفلسطينية. بعد فترة بسيطة قدرنا إنه نلتحق مع الوالد. يعني الله يساعد الرفيوجيز اللي مش عارفين وين بدهم يروحوا، وصفوا بالخيام مشردين، ما إلهم بيوت. راح الوطن، راح كل الأمل، راح كل الحياة. أنا أكتر إشي بتذكر في الرملة، بيتنا جميل جداً، جيرتنا مع دار الغصين، بس على الشارع الرئيسي اللي بيودي على يافا. بس أكتر شيء بتذكر البيارة تبعت جدي اللي اسمها الشيخية. وهذه البيارة بتجيب لي دائماً، وبكتب على ريحة البردقان، منظر العمال وهم بيلفوا كل بردقانة وبيحطوها بالصناديق وبيدقوا المسامير، يعني صوت المسامير، الريحة، كل هذه الذكريات يعني ما راحوا مني، ما راحوا أبداً. طبيعي بتذكر كمان دار جدي التانيين اللي كانوا بيافا وساكنين على شط البحر، وكتير كنت وقت أقضي معهم حلو. هلأ مع الأسف مع روحتنا على إنجلترا، والدي تعين من الملك عبدالله الراحل الله يرحمه، الملك عبدالله الأول، بالسفارة الأردنية بلندن. غبنا من الوطن العربي من 48 للـ64. 64 كنت أنا مخلصة دراستي، عاملة صحافة، دارسة ماجستير علاقات دولية، ورجعت على الوطن العربي. ما ناقصني إشي إلا اللغة العربية اللي ضيعتها مع الوطن، مشان الظروف اللي إحنا كنا ساكنين بالخارج. والحمد لله التقيت مع زوجي، التقيت مع أبو عزت، وتزوجنا وبدينا حياتنا. والنكبة لم ننساها أبداً، مشان هو أكيد رح يقولكم على كيف طلع هو من اللد. هم من القدس، بس طلعتهم كانت باللد، بالديث مارش. كان عمري 12 سنة، وأتذكر عندما دخل الجيش الإسرائيلي في المذياع، صاروا ينادوا علينا الرجال تطلع وتروح على الجامع. في الليد في جامعين، جامع الكبير
وجامع دهمش. كان الجامع الكبير هو يستوعب أناس كثيرين، فبدأ ذي بدء قالوا لنا نروح على الجامع الكبير. أنا جيت بدأ أروح، رجعوني أهلي، رجعوني قالوا لي أنت ما لازم تيجي لأنه صغير. فعلمت من إخواني أنه كانوا اليهود يبولوا في صحن الجامع اللي بتوضوا منه وبشربوا منه. دخل مجموعة من الجنود قالوا لنا اطلعوا، تركنا كل شيء وبدينا نطلع إلى الجبال. أتذكر أنه كنا وقت المدرسة نروح على بيت نبالة مشينا على أقدام طلاب بقيادة أستاذ من أساتذتنا، فذهبنا بهالاتجاه هداك، ولكن شتانا بين نروح كشطحة وكهجرة. كان يقيم معنا شاب صديق للعائلة اسمه رجائي بصيلي، وكان ضريرا. مسكت ايده ومشينا باتجاه القرى، مررنا على عدة قرى. أبدأ في بداية الرحلة كان الجنود الإسرائيليين حاطين ما يشبه الإحرام في الطريق، كذا ستيشن، فكانوا يسألونا نحط كل ممتلكاتنا الثمينة على الأرض. وأذكر أنه في إحدى الحالات كان الجندي يشد الحلق من أذن السيدة ويسيل دمها حتى يستطيع يأخذ قطعة الذهب والحلق. يعني ما بس أخذوا أرضنا وبيوتنا والوطن، أخذوا كل الممتلكات، أخذوا كل الممتلكات، بس ما بيقدروا يأخذوا الذكريات. مشينا ولم نحمل معنا أي شيء إلا أنفسنا وما علينا من ملابس. مشينا طبعا الخوف يمتلكنا، ومن مشاهداتي وجدت كثيرا من الأطفال والسيدات والشيوخ يجلسوا على الأرض منادين بدي مية بدي مية، من وين نجيب المية؟ كان هناك في الطريق آبار رومانية، فلجأنا لهذه الطريقة، اضطرينا نخلع الأندروير تبعنا نربطه يعني الموجودين، وننزل قمصان تحت ونطلع المية حتى نحط نقط في حلق كل واحد شوية. صاروا يبولوا في البئر، ورغما عن ذلك كنا نسحب المياه ونبرئنا فيها. وبالطريق أيضا وجدنا أطفالا تموت، وجدت عائلة عمالها بتدفن الطفل تبعها، بتحط بحجار فوقها بحجار بدون تجهيز وبدون إشي. وذكرت إنه في مجموعة قليلة راحت على جامع دهمش اللي هو الجامع الصغير، 200 واحد في جامع دهمش قتلوا ولم ينجو إلا واحد، وهو الذي روى القصة للجميع.
واحد من 200. هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اللي بحكي لك عنه رجاء بسيلي، أخذ بعثة لأمريكا وعمل البي اتش دي، صار لينغويست اكسبرت، وشفناه هناك وأجا زارنا هون وهو بلايند، ما بيشوف. هذا الشعب الفلسطيني بقاوم وبتعلم وبعلم وبيستمر. كأنه الإعلام صور المهجر الفلسطيني بأنه الفلاح البسيط والفقير بس. إسرائيل قتلت وسرقت وهجرت الكل. بالنسبة لهجرة الفلسطينية، وهذه الهجرة كانت شاملة لكل الشعب، ما فرقت بين فقير أو غني، ملاك أو فلاح أبداً. واحد من عمامي محمد الله يرحمه، محمد التاج الفاروقي، من أواخر اللي كانوا يحاربوا اللي طلعوا من الرملة، وقبل ما وصل لعنا على سوالح الناس تيجي تقول البطل البطل جاي البطل جاي، ومن المجاهدين كانوا يعني ولا كيف الشعب الفلسطيني قدر يستمر من التعليم. معظم الشعب الفلسطيني متعلم كان، وكان اللي مش متعلم عنده مهنة، واللي ما كان يعمل هذا الشيء كان هو اللي يفلح الأرض، الأرض أهم شيء. بعد هالعمر والتعب والنجاح والإنجازات، كان الأجدر يتبادلوا الذكريات الحلوة. بكل أسف اليوم بتتكرر مشاهد الأسى والظلم اللي شافوها وعاشوها من 48. ليس هناك أملاً، وخاب أملي منذ عهد بعيد، لأنني لم أشعر في يوم من الأيام إحباطاً مؤلماً ومبكياً من بني يعرب وما لف حولهم. وإذا كان هناك أملاً فهو الأجيال القادمة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، همة الشباب. لن ننسى فلسطين ولا ننسى الإساءة التي أساءوا إلينا عرباً وصهاينة.